رحت البال بسرعة جدا جدا جدا. الجريدة العريقة المحترمة مصر اليوم، مصر اليوم والوطن عاملين 2 ويب سايتس أو مواقع إلكترونية، وانتوا عارفين طبعا. عايزة أعرفكم لو متعرفوش، بس أكيد تعرفوا، يعني إن انتوا لما بتدخلوا على المواقع الإلكترونية دي، الناس دي بتكسب فلوس. فعشان يكسب فلوس عنده حاجة من الاتنين: يا يسلك طريق اليوم السابع، وأقسم بالله العظيم مش بقول كده عشان خالد صلاح رئيس التحرير، ولكن أنا يا خالد بوجه لك كل التحية لأنك قادر تعمل جريدة وموقع إلكتروني ما عليهوش أي حاجة غلط، ولا أي حاجة فيها إسفاف، ولا أي حاجة فيها كذب. وخبري بالفيديو، فيديو 7 ده، بحيي كل واحد ماسك كاميرا وموجود في الشارع. قد إيه بتجيبوا الحقيقة بالدقيقة بالثانية، بكل خبر تحطوه بمنتهى الاحترام. منشتاتكم كلها صادقة جدا جدا، ومش زي الجرايد الصفراء. زمان لما كنت في الجامعة في كلية الإعلام، كانوا يعلمونا يقولوا لنا إيه، إنك الجرايد الصفراء دي بتعمل إيه، تاخد كلمة من الموضوع أو وتروح عاملة منشات أو تايتل أو عنوان ملوش أي علاقة بالموضوع، بس عشان يشدك. وساعات في ناس للأسف في مصر بتقرأ العناوين من غير ما تقرأ التفاصيل. فأنا خالد صلاح بحييك جدا جدا لأنك قادر باحترام وبمهنية تسبق كل الناس، وتاخد كمية من الشعبية والمصداقية غيرك كتير قوي من الجرايد والمواقع مش قادر حتى يعملها، ولا بالكذب ولا بالصحافة الصفر. فأنا برفع لك القبعة وإلى الأمام، لأن محدش عارف يعمل زيك.